أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نشرت مجلة إيكونوميست في عددها الأخير تقريراً حول زعماء الميليشيات العراق الجدد، إذ قالت إن قادة الميليشيات في العراق يستنسخون تجربة في إيران ويحاولون تقويض الديمقراطية تحت تهديد البندقية. وتقول المجلة: ما ليس طبيعياً هو أن الكثير من الجرافات والجرارات الزراعية تحمل علامة البندقية والرصاصة، وهو شعار الحشد الشعبي، يظل من جماعات مسلحة تمولها الحكومة وموالية لإيران. فمع أن التحالف الذي دعمه جاء بالمرتبة السادسة في انتخابات العام الماضي العامة، استطاع استعادة الحكومة والسيطرة على البرلمان والمال. يقوم الفرع الاقتصادي للحشد بقيادة شركات المقاولات في العراق، وبات يظهر بشكل مخيف مثل الحرس الثوري الإسلامي في إيران، وهم الحرس الجمهوري الذين يمثلون القوة وراء الدولة في إيران. وتعيد كلمة الحشد العربية بكلمة باسيج في الفارسية، وهو الاسم للميليشيات شبه العسكرية التابعة للحرس ومكونة من الشباب. وقال رجل أمن عراقي: خائف من التأثير الإيراني، نقوم استنساخ الحرس الثوري الإسلامي ونقدم العراق إليه. بسبب موارد النفط العالية، اقترحت حكومة السودان أكبر ميزانية في تاريخ العراق ب 152 مليار دولار، وسمنت القطاع العام المتضخم أصلاً. وكان الحشد أحد المستفيدين الكبار، ومنحه السوداني ميزانية سنوية بنحو 2.7 مليار دولار، وساعده على إضافة 116 ألف عنصر إلى صفوفه، بحيث وصل عدد المتلقين رواتب الحكومة في الحشد إلى 230 ألف شخص. وساعد السوداني على إنشاء شركة باسم المهندس، كما وحصلت الشركة على مساحات من الأراضي تمتد من بغداد إلى حدود السعودية والأردن بحجم لبنان. الآن إلى مقال آخر، وفيه تقول صحيفة ديلي تيليغراف إن 11 جامعة بريطانية ساعدت إيران على تطوير مسيراتها الانتحارية، مشيرة إلى أن أكاديميين بريطانيين تعاونوا في مشاريع مدنية وعسكرية. في التقرير الذي أصدرته تيليغراف وأعدته جابريلا سيرلينغ ولويزا كليرنس، قالتا فيه إن جامعة كامبريدج هي واحدة من أكثر من 10 جامعات بريطانية متهمة بتطوير أسلحة إيران بما فيها المسيرات الانتحارية، مع أن بريطانيا تحظر تصدير التكنولوجيا العسكرية إلى إيران، وكذا التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج والتي يمكن أن تطبق في المجالين المدني والعسكري. قالت الصحيفة إن 11 جامعة بريطانية شاركت مع طواقمها في إنتاج 16 دراسة لها تطبيقات عسكرية محتملة لإيران. وقام جامعات مثل كامبريدج وإمبريال وغلاسو وكرانفيلد ونورث ماريا بإنتاج عدد من الدراسات العلمية الرئيسة، وجاء دعم الأبحاث من باحثين إيرانيين في بريطانيا وعملوا على تطوير محركات المسيرات الانتحارية وتعزيز مدى تحليقها وسرعتها. وعملت جامعة بريطانية أخرى مع باحثين إيرانيين لفحص أجهزة تحكم جديدة للمحركات وزيادة قدرتها على المناورة والرد في الوقت المناسب. ودعا ديفيد لامي من حكومة الظل إلى التحقيق فيما قال إنه أمر مثير للقلق، ودعا الحكومة إلى القيام بشكل عاجل بالتحقيق فيما إن قامت الجامعات البريطانية والأكاديميون بخرق العقوبات البريطانية على إيران فيما يتعلق بالتعاون بمجال التكنولوجيا العسكرية. ومن بين الأبحاث الرئيسة التي كشف عنها التحقيق وجاءت بناء على تعاون بريطاني إيراني واحد أعده أحمد نجران خير عبادي في كلية إمبريال في لندن، وباحث من جامعة شهرود الإيرانية للتكنولوجيا وجامعة فردوسي في مشهد. نشرت مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية تقريراً لكيم قطاس تحدثت فيه عن أفول نجم ثورات الربيع العربي بعد نحو 12 عاماً على اندلاعها. وتساءلت غطاس في تقريرها:
عن مدى اهتمام واكتراث دول الغرب بدخول ثورات الربيع العربي دوامة الموت. ركز التقرير على الانقلاب الذي قام به الرئيس التونسي قيس سعيد على الدستور وتفرده بالحكم في البلاد التي شهدت انطلاقة الربيع العربي. مرت الأشهر القليلة الماضية استياء وإحباط ملايين العرب الذين شهدوا عودة نهائية وسريعة للأنظمة الدكتاتورية القديمة في جميع أنحاء المنطقة التي كان يحدوها الأمل قبل فترة وجيزة. سبق التنبؤ بنهاية الربيع العربي عدة مرات، ويبدو أنه قد تم دق المسمار الأخير في نعش الديمقراطية. إذن ماذا بشأن تطلعات ملايين العرب الذين طلبوا ذات مرة بإسقاط أنظمتهم؟ حتى قبل سنتين فقط كان هناك بعض الحماس في السودان وفي دول مثل لبنان والعراق، إذ طبقت مجموعة جديدة من الناشطين دروس سنة 2011 وخططوا للترشح للانتخابات، لكن جهودهم كانت ضئيلة أو تم قمعها بعنف، مما لم يترك مسارا واضحا للمضي قدما لدفع متجدد للديمقراطية في العالم العربي. إن مطالب الربيع العربي ليست أمرا عابرا، إذ لا يزال ملايين الشباب في جميع أنحاء الشرق الأوسط يتوقون إلى العدالة والكرامة وسيادة القانون والحكم الرشيد ومواطن الشغل. رأى الصحفي آدم تايلور في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست أن هناك العديد من الأسباب التي تستبعد احتمالية أن تحقق القوات الأوكرانية نجاحا في الهجوم المضاد الذي بدأ بالفعل شرق البلاد. وأوضح أن الفيضانات التي تلت انهيار سد كاخوفكا الخاضع للسيطرة الروسية أعاد تشكيل ساحة المعركة وقطع أحد الطرق القليلة المتبقية عبر نهر دنيبر الذي يعتبر خطا فاصلا بين القوات الأوكرانية والروسية في خيرسون وفي منطقة زاباروجيا المجاورة، فإن المساحات المسطحة نسبيا للأراضي الزراعية في الغالب تجعلها هدفا أكثر نضجا. الأسلحة الغربية ستشكل تغييراً بالنسبة لأوكرانيا، خاصة أنها متطورة عن تلك التي كانت تعتمد عليها في بداية الصراع مع آلات قديمة إلى حد كبير من تصميم الحقبة السوفيتية، ويمكن أن تكون الروح المعنوية مشكلة كبيرة لكلا الجانبين، حيث يعاني الجيش الروسي من المشاكل منذ بدء الحرب، وهو أحد أسباب الانسحاب المتسارع الذي شهده العام الماضي. لم يبدأ الهجوم الروسي والشتوي المخطط له في وقت سابق من هذا العام، في حين أن المكاسب التي تحققت هي في أفضل الأحوال انتصارات باهظة الثمن. بالمقارنة فإن الانقسامات في الروح المعنوية الأوكرانية محدودة. بشكل عام يحتفظ الجنود والمسؤولون الأوكرانيون بنبرة وطنية متسقة بشكل ملحوظ حتى بعد الانتكاسة التي حدثت في باخموت، مع تقارير قليلة عن حدوث خلافات حول الاستراتيجية العسكرية أو قضايا أخرى مع قيادة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، لكن هذا يعني أن ثقل التوقعات يثقل كاهل هجوم أوكرانيا المضاد. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً تحدثت فيه عن محاولات السلطات الصينية تدمير السمات المعمارية للمساجد ذات الطراز العربي مثل القباب والمآذن، حيث تواجه المجتمعات المسلمة تحركات السلطات بمقاومة نادرة. ورأت أن المقاومة نادرة الحدوث للسلطات الصينية تأتي ضد حملة من الحزب الشيوعي الصيني لفرض سيطرة أكبر على الدين والقضاء على الطابع العربي المعتاد في المساجد وإضفاء طابع معماري صيني على كل المساجد في الصين. منذ وصول الزعيم الصيني شي جين بينغ إلى السلطة قبل أكثر من عقد من الزمان، قام بوضع مسلمي الإيغور في معسكرات اعتقال باسم الأمن السياسي، وقام الحزب بإغلاق أو هدم أو إعادة تصميم المساجد بشكل منهجي في جيوب هوي في جميع أنحاء البلاد، وأدان السمات المعمارية العربية مثل القباب والمآذن كدليل على التأثير الأجنبي غير المرغوب فيه للإسلام في الصين. وبعد استيلاء الشيوعيين على السلطة بدأ المسؤولون في مهاجمة الدين باعتباره معاديا للثورة، خاصة خلال فترة الاضطرابات السياسية 1966 و1976 المعروفة بالثورة الثقافية. فقاوم المسلمون في شاديان، وفي عام 1975 دمر الجيش المدينة وقتل ما يصل إلى 1600 من سكانها.
بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. الآن نتابع وإياكم كاريكاتير هذا اليوم. عنوان لاجئون سودانيون في تشاد ضيافة رغم الأزمات المتراكمة، كتب في العربي الجديد عن 90,000 شخص فروا إلى تشاد منذ اندلاع القتال في السودان تحديدا في منتصف أبريل نيسان، وهو عبء إضافي كبير على واحدة من أفقر دول العالم. حتى قبل هذه الحالة الطارئة تعاني تشاد للعام الرابع على التوالي من النقص الحاد في الغذاء. وحذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من شهر مايو أيار من أن حوالي 2,300,000 شخص بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية في تشاد. مدينة من الضباب والدخان، حرائق كندا تصبغ أجواء نيويورك باللون الأسود. بدت أجواء مدينة نيويورك باللون البرتقالي بسبب تصاعد الدخان من حرائق الغابات الكندية على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وتواصل المسؤولون الكنديون مع دول أخرى للمساعدة في مكافحة أكثر من 400 حريق في جميع أنحاء البلاد، أدت إلى نزوح 20,000 شخص. وتشهد مدينة نيويورك أسوأ نقطة مسجلة حتى الآن في التاريخ لجودة الهواء وفقاً لتحليل للبيانات التاريخية لوكالة حماية البيئة، مما يؤثر على ملايين الأشخاص. وطلب مسؤولو مدينة نيويورك مثل العمدة إريك أدامز ومسؤولو إدارة الصحة والطوارئ، طلبوا من السكان البقاء في منازلهم قدر الإمكان والحد من وقتهم بالخارج. واقترح المسؤولون ارتداء الكمامات إذا اضطر السكان للخروج. الآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. لقد دفعنا الثمن غالياً وقت الكارثة عام 1986، وعلينا حرمان روسيا من فرصة استغلال منشآت الطاقة النووية لابتزاز أوكرانيا والعالم أجمع. هذا ما قاله الرئيس الأوكراني بالذكرى 37 للكارثة. يأتي ذلك في وقت أحيا فيه العاملون السابقون في محطة تشيرنوبل ذكرى أسوأ كارثة نووية وقعت في نيسان 1986 بحسب وكالة رويترز. فيما طالبت أوكرانيا موسكو بترك محطة زاباروجيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وفقاً للخارجية الأوكرانية.
تصريحات تنكئ جرحا غائرا، كارثة بكل المقاييس. يقدر عدد ضحايا كارثة مفاعل تشيرنوبل في 26 من نيسان 1986 ب90,000 شخص من جراء الإشعاعات المميتة وفقا لمنظمة السلام الأخضر. الحادثة التي وقعت في المفاعل رقم 4 جاءت نتيجة اختبار فاشل أعقبه خطأ في التشغيل أسفر عن اشتعال اليورانيوم بحسب الأمم المتحدة. ويعد الخلل بمناوبات العمل من دون الانتباه إلى تعطل نظام تبريد المفاعلات واحداً من أسباب الكارثة بحسب لجنة التحقيق. فيما رصدت الوكالة النووية مستويات إشعاعية متزايدة عند مفاعل تشيرنوبل النووي وفقاً لدوتشي فيلا. وأوروبا اليوم مهددة بخطر التلوث النووي لتشيرنوبل بحسب سفير أوكرانيا في اليابان. الخطر المتجدد. كارثة تشيرنوبل تسببت بتأثير العناصر المشعة كالسيزيوم والبلوتونيوم والأسترونيتيوم على أوكرانيا وبيلاروسيا المجاورة وفقاً لرويترز. أما عن حركة المعدات العسكرية الأخيرة بمنطقة المفاعل فقد أدت إلى ارتفاع الغبار المشع وفقاً لوزارة الداخلية الأوكرانية. وفيما حاول فيلم تشيرنوبل الهاوية من إنتاج عام 2021 للمخرج الروسي دانيلا كازالوفسكي ترويج الرواية السوفيتية بمواجهة الروايات الغربية وفقاً لنقاد سينمائيين، كشفت رواية صلاة تشيرنوبل الصادرة عام 1997 للروائية البيلاروسية سفيتلانا أليكسيفيتش الحاصلة على جائزة نوبل للأداب عام 2015 وفق لمحطة SVT عن ارتفاع سحابة مليئة بالإشعاعات اجتاحت عشرات الدول وفقاً للكاتبة. كذلك الحال مع المسلسل التلفزيوني تشيرنوبل لعام 2019 وفقاً لشبكة HBO الأمريكية. فهل ستجدد الحرب الروسية على أوكرانيا إثارة الإشعاعات الخامدة؟ ما رأيكم؟ مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. نلتقيكم دائما على خير. كونوا في أمان الله. إلى اللقاء.